وإلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. الأهلي يحافظ على أبنائه ويوقع مع وليد سليمان وعاشور ويجدد الدماء بثلاث صفقات جديدة. وإلى الأخبار، لجنة الكرة بالأهلي، رباعي الفريق جددوا على بياض. ومن الشروق، البدري يدرس اتباع سياسة الدور في حراسة المرمى الأهلي. ونطالع في الوطن سبورت، الأهلي يطير للسعودية أول فبراير لمواجهة منتخب أندية المحترفين. ومن اليوم السابع، الخطيب يخطط لحصول الأهلي على بطولة أفريقيا والمنافسة على كأس العالم. ومن صدى البلد، غدا محمد نجيب ينتظم في تدريبات الأهلي استعدادا للمقص. وإلى جريدة الفجر، اختبار طبي لوليد سليمان قبل مواجهة مصر للمقص. ومن موقع في الجول، أزارو مع الأهلي في نصف الدوري الأكثر تهديدا لمرمى المنافسين. ونطالع في يور سبورت عربية، الأهلي يؤمن نجمي الوسط ويكافئ الجناحين الطائرين. ومن الأهلي دوت كوم، الأهلي يحسم مصير أحمد فتحي. وأخيرا من موقع يلا كورة، مدير تعاقدات الأهلي يفتح النار على الأندية ويؤكد لن نعطي لاعبينا سوى للمتعاونين. وقبل ختام نشرتنا مع فكرة زي النهاردة في 19 يناير عام 2007، الأهلي يفوز على أسمنت السويس بهدفين نظيفين في الجولة 19 للدوري. أحرز هدف الأهلي عماد متعب في الدقيقتين 62 و74. زي النهاردة أيضا في 19 يناير عام 2009، الأهلي يفوز على حرس الحدود بهدف نظيف في الأسبوع الـ 14 من الدوري العام. أقيمت المباراة على استاد القاهرة وأحرز أمادو فلافيو هدف اللقاء الوحيد. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.